قال له انت نشوفك ويانا في الجيش الاسلامي
تطلعها، لكن بالمعارك ما نشوفك الساحة، ما نشوفك الجبهة، ما نشوفك القتال، ما نشوفك تزود لك شيء، لا تعطيه ماء ولا ترفع قتيلا ولا تساهم ما تساهم المرأة. المرأة بالإسلام تساهم حتى في المعارك، انت حتى مساهمة مرأة ما شوفت تساهم. مش قال هو الجواب، قال انا انزل الى شيئين بس فقط، انزل الى الصلاة وانزل للأكل. في هالوقتين شوفوني عندكم حرب، للصلاة وللأكل. قال ولا وين تروح للصلاة؟ قال الصلاة وصلي ويا علي بن أبي طالب، والأكل أروح ويا معاذ على الأصمات. لا تطوي علي بن أبي طالب عنده، ما عنده إلا القصة هاي، قصة الخبز، ولعل الجيش بعد زاهد مثله، وانا اخشى ان اروح عند الجيش زاهد يحب الحياه الاخرى ما يحب الدنيا، لكن اروح لابو الاسمار هذا اللي عنده قصاص. وضرب المثل من ذاك اليوم، وكتب التاريخ تكتب عن هالشخصيه، شخصيه ممتازه، مو تمام؟ هاي شخصية مو ممتازة، وشوف في نظر الإسلام مثل هيك شخصية مو ممتازة، شو تقول هاي الشخصية؟ تقول الصلاة ويا علي أسد، والطعام مع معاوية أسد، ها؟ وعند الحرب الجبل لي أسلم، يعني أصعد فوق الجبل واعتزل الطائفتين، لا يشوفني ابو الحق ولا يشوفني ابو الباطل. هذا مو عندنا احنا ولا في قاموس اسلامنا، نقف متفرجين. الحسين لا يريد ان يشوف الحسين، اما ان تكون افن بصدق لعب تكونوا مع الصادقين. ايش معنى؟ رأى بأن سبيل الغي، حتى الكلمة ما تقولها، رأى بأن سبيل مدرسة الحسين تفرض الكلمة، رأى بأن سبيل الغي. من اللي رأى؟ حسين. هاي ديتين للحسين، هذا محرم كله للحسين. دنيانا لازم تصير كلها للحسين، بيتك لازم يصير حسيني، عملك يصير حسيني، تجارتك يصير حسينية، مستشفاك يصير حسيني، عيادتك يصير حسينية، صيدليتك يصير حسينية. هذا ما يريده الحسين، حسينية يعني إسلامية. رأى بأن سبيل الغي متبع والرشد لم تدر قوم أية سلكا. ما يدرون هذا السيد يقول ما يدرون، اما انا خالفك اقول يدرون، اما انا اخالفك الشيخ اقول يدرون، لو ما يدرون الله ما يحاسبهم، يدرون لكن يغمون. راى بان سبيلا مثل تنورة البحرين، هي تفوق لكن تعرف انها بارده وترمم وتنهزم. رأى
سبيلا غير متبعون والرشد لم تدر قومون أيتان سلكا